بسم الله. ربنا أعنا على أن نكون دعاة السلام ومحبوب الآن يا حنان يا رحمة. وما منع الناس شكياهم من شيء لزمة من الدكرار أمبيونيك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى رفق لقيدونس يباردوني أهل إلا أن قالوا ولا أريزون دي لرفو دكرار أمبيون إلا أن قالوا إذن دي إيشون دي أبعث الله بشر رسولا سبيل إذن دي كمون ديو نزوا أمرتلكم نو يقلي الأحياء هو بعد لأنه من قوم يتكلم لغتكم باش تفهموا رسالتي. وعلى على الأحياء تقتل الأحياء اللي عند من الدعوة الإسلامية فاتت إعداد شيعية ما لليهود من شيع وما من نصارى من شيع. وقال النبي عليه السلام تركت اليهود إلى واحد 71 فرقة كل وابنها النصارى 72 فرقة. والذين يدعون الإسلام بغير حق هم الآن 73 فرقة كل وابنها إلى واحد هي لي نضبط على خطى نبينا سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.